وأنا بصلي فعلا أن الله يفتح أذهاننا مستنيرة عيون أذهانكم، وأنه الإنسان فعلا يحط الكبرياء على جنب، وأنه في صلاة بسيطة عرفنا عن شخصك، عرفنا عن ذاتك. وعلى فكرة بتستغرب الآلاف التي عرفت يسوع المسيح بس من خلال هذه الصلاة. فعلا الرب أعلن عن ذاته، وفعلا الرب وضح الفكرة، ولما ابتدأوا يقرأوا في الكتاب المقدس ابتدأوا يشوفوا هذا الجمال، ويدخل في العمق وفي العمق وفي العمق حتى وصل إلى بحر سباحة لا يعبر. منحاول إحنا نحط المحيط يمكن في دلو صغير مخزوق أو مخروم في رمل، اللي مش قادرين نوصل للكيان الكامل لللانهائي واللا محدود. لكن أحبائي، هذا الإله اللا محدود، محبته الغير محدودة هي هاي المحبة. آمين. اللي وجهها إلك وإلي حتى نطلبه من كل القلب ويخلصنا ويكون إلنا استرداد العلاقة والحياة الأبدية مع يسوع المسيح. بصلي إنه اليوم الرب يفتح ذهنك وقلبك حتى تقبل يسوع المسيح، وعرفنا إذا أنت فعلا صليت هذه الصلاة. الرب يباركك.